ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. امال انت مين؟ انا هايدي، هايدي ابو طالب. النصابه؟ لا يا حضره الضابط، مش النصابه، انا هايدي ابو طالب، البيزنس وومن المحترمه، صاحبه واحده من اكبر شركات السياحه في مصر. انا هايدي اللي غلطت غلطه واحده بس في حياتها، انها حبت راجل وامنت له وادت له كل حاجه، قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع اقرب صاحبه ليها وسابها وسافر. انا عارفه ان الناس بتقول عليا نصاب وحراميه كمان، وعارفه ان البوليس بيدور عليا، بس دي مش الحقيقه. الحقيقه ان انا ضحيه، خسرت كل حاجه مره واحده، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي واكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمه وهربانه من العداله. طب لما انا نصابه ما سالتش نفسك انا بعمل كده ليه؟ مجنونه يعني؟ ايه اللي يخليني اسيب كل حاجه واستخبى في حته زي بطن البقره، واسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيا؟ ما كنت سافرت معاهم، كنت اخدت الفلوس ورحت صرفتها في اي حته في العالم. انت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعه ما عرفتني شكيت ان انا نصابه؟ طب لما انا نصابه حبتني ليه؟ انا بسالك، قولي، انت شايفني نصابه؟ بسألك يا علاء، جاوبني، انت مصدقني ولا لا؟ مش مهم اكون مصدقك او لا، لان حتى لو مصدقك انا بشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجه قدامي اعملها دلوقتي غير ان اقبض عليك. يعني ايه تقبض عليا؟ يعني انا بقول لك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي اقبض عليكي؟ طب لما انا نصابه ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على اني جمالات، او ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ انا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي انا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. انا من ساعه المشكله اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. انت الوحيد اللي انا حسيت ان هو ممكن يقف جنبي ويساعدني. تقوم تقولي اقبض عليكي؟ طب الوحش قفش الواد من وراكو؟ والاميره المسحوره واقفه فين؟ هناك على اليمه الثانيه، رقماهم بس عامله من بنها. بس بعد كده بقى ايه؟ الامير صعب عليها، قامت نطت من فوق الصدره وقامت عكشه الوحش من قفاه، وبعد كده قامت قرماه من ودانه، قام الوحش ساب الامير من سنانه، قامت هي واخداه وطلعوا يجروا، وراحوا اتجوزوا بقى، عملوا فرح 7 ليالي، مش زي عندنا هنا ساعه ولا ساعتين وقلبه وقمه. بس يا ستي، وتوته توته فرغت الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ ملتوته وتقرف وكل حاجه. يوب قامتش ليه قلبها صحيح. طب انزلي من على وداني بقى خد، خليني اشوف النصيب اللي انا فيه. يا فين ست زفتة جول دي كمان؟ ايوه خال، بقول لك ايه دلوقتي، المدعوه اللي انت رميتها لي دي، ايوه ست زفتة هان، خرجت من الصبح معرفش عنها حاجه، وعماله بحاول اوصل لها ومش عارفه اكلمها، اتصلت بيها لغايه دلوقتي جه 15 مره، عماله تكلسني تكلسني تكلسني، وفي الاخر اداني غير متاح. لا، ما انا بقول لك ليه، عشان ابقى خليت مسؤوليتي، ما انا اصلي ما خلفتهاش ونسيتها عشان ابقى متوجهش عليها كده. ماشي يا خال، خليك وراها وانا وراها واللي فينا يوصل ليكلم التاني. سلام. عاجبك كده خالتي؟ يعني فريد دلوقتي جرى لها حاجه كده ولا كده؟ مش واجب برضك تكلمني طمني؟ الحكايه ناقصه وجع قلب. معلش يا حبيبتي، ما تخافيش، اللي ربنا معاه مش هيجرى له حاجه ابدا. أنا مش هقبض عليك، بس أنت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا، لأن ده هيكون مفيد ليكي جدا في القضية. وأنا بقولها لك تاني أهو، أنا لسه بحبك، هفضل جنبك لغاية ما تاخدي البراءة، وأول ما تطلعي هتجوزك. أنت ليه مش عايز تفهمني؟ ليه مصر تقف ضدي؟
طب لو انا كنت عايزه اسلم نفسي ليه عملت كل ده؟ ليه غيرت اسمي وليه رديت بالبهدله في الحارة؟ انا مش حامل ان انا اقعد يوم واحد في الحبس. انا مظلومه وما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده. انت فاهم ده ولا لا؟ حاسس بيا ولا لا؟ فاهم وحاسس، بس انا كمان وضعي صعب، مش هقدر اخالف ضميري. احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي، هعمل لك محضر انك جيتي وسلمت نفسك، وانا هتابع بنفسي كل حاجه عشان اضمن انك ما تتبهدليش في اي حته هتروحيها لغايه ما تاخدي البراءه ان شاء الله. لو سمحت الحساب. يعني ده اخر كلام عندك؟ لا مش اخر كلام عندي، اخر كلام عندي ان حبيتك بجد، بغض النظر بقى انت مين او اسمك ايه او ساكنه فين، ان في حاجه جوايا بتقولي انك ما بتكدبيش عليا. يلا بينا. مالك في؟ انت كويسه؟ انا كويسه، انا تمام. طب احنا برضو في طريقنا نعدي على المستشفى نطمن عليك، يعني مش هضمن بعد كده موضوع المستشفى ده. حضرتك جوزها؟ لا. طب حضرتك استنينا لحد ما الدكتور يكشف عليه. ها نجم، قول لي بقى، تحب تشتغل معانا يوماتي ولا تجيلنا يومين ثلاثة في الأسبوع؟ يوماتي؟ ده أنا أجيلك الأسبوع كله والشهر كله والظهر كمان كله، أنت تأمرني يا باشا، ولو جات لي أي مصلحة هلغيك. ما شاء الله عليك. طيب قول لي بقى، بالنسبه للاتفاقيات والماديات ولازم منه نظامها ايه؟ لا الاتفاقيات يعني قصدك على الفلوس؟ مع المجنجر. بسم الله عليك. ربنا يخليك. المجنجر دي الحاجه يعني بتاعتي. الحاجه؟ ايوه الحاجه مجنجر، امي هي اللي هتمسك كل حاجه وكل، اقول لك حاجه، هي اللي موضبه البدله دي، ودي المجنجر يعني قلبي وروحي، ودي اللي تتفق معاها في اي ماديات. اما انت بقى يا ناني طلعت ايه؟ اكتشاف. وسكه كان ايه مدلعك على الاخر ولايق عليكي جدا، بسم الله ما شاء الله، من الاخر كده انت دوتو اخر حاجه واخر حلاوه.
يا اخويا الهي يكبر بخاطرك انت وسوكا. هو في ناس جدعان كده؟ انا شكلي بنت حلال وربنا هيعوض. اه طبعا والله انت بنت حلال واجدع بنت قابلتها في حياتي. من الاخر كده قلبك ابيض وبعون الله بعون الله هتبقي نجم بنت مصر كلها. اه والله بقول لكم ايه اتكل انا على الله بقى عشان امي ما بتعرفش تنام الا لما بروح. تمروا باي حاجه؟ سلام يا سوق. تمروا بحاجه ست الكل؟ نجمه مصر ان شاء الله. ان شاء الله. تمر بحاجه؟ تمر بحاجه؟ امر انا اخوات. ربنا يخليك يا حبيبي. سلام على الحاجه. معاك فلوس تروح؟ اه معايا يا حبيبي. ماشي. سلام عليكم. الله اكبر عليكي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كنت مستخبيه عننا فين يا قمر؟ مع سلومه الجزار يا مدير. سلومه مين؟ لا ده حوار طويل بقى قوي يطول شرحه، هبقى احكولك بعدين يا مدير. لا مدير مين بقى؟ مدير مين يا عسل؟ ده ابن الاداره كلها. على فكره تقدري تندهيلي هنا تقولي لي يا عزوز، ويا ريت يبقى احسن لو قلتي لي يا زيزو. يا زيزو. ماشي يا زيزو. الحقنه دي هتظبط الضغط، وهنعمل شويه تحاليل كده علشان نطمن، بس لازم تاكلي حاجه ونامي شويه. شكرا قوي يا دكتور. شكرا. لا. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. شايفه الراجل اللي بره ده؟ ده خطيبي. انا معاه هنا من ورا اهلي، بقاله 3 ساعات عمال يضرب فيا في العربيه تحت. يا نهار ابيض. اسمعيني، انا عايزاكي تخرجيني من هنا باي شكل من غير ما ياخد باله. عايزه اروح لاهلي، عايزاهم يعملوا محاضره عشان يخلصوني منه. بس هتخرجي من وراه ازاي؟ انا هقول لك. استني، خدي دول. لا والله ناخد حاجة، احنا ولايا زي بعض. ربنا يخليكي. طب اسمعي انا هقولك ازاي. ممكن ادخل لها؟ حضرتك دفعت؟ لا لسه. طيب هي هتفضل ساعة تحت الملاحظة وبعدين هنعمل لها تحاليل. لازم حضرتك تدفع دلوقتي وتجيب لي الإيصال بتاع الدفع. طب اطمن عليها الأول، واحنا هنطير؟ اتفضل حضرتك اطمن عليها. أنا آسف، دي التعليمات. الخزنة فين؟ تحت جنب السلم على ايدك اليمين. يلا. هو مشي؟ ايوه يلا. امشي على طول هتلاقي سلم ينزلك على الباب الوراني. انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوفوا وقتك وكده. لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله. سيبي لي نفسك كده خالص. انا بعون الله هخليك نجمه مصر الاولى باذن واحد احد. بس ما تقطعيش. شوفي بقى، عايزك تسيبك من البنسيون اللي انت قاعده فيه ده. انا عايز ان شاء الله كده اخد لك شقه صغننه ومحندقه بفرشاها ولوازمها، تبقى جنب المحل تقعدي فيها وتبقي بتاعتي. نعم. تبقي بتاعت المحل يعني قصدي. تعود تعالى يا ابني وصل ستك ناني، وقف لها تاكسي ليموزين 5 راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست ناني تؤمر واحنا ننفذ. جرى يا بنت نوال؟ ايه العباره؟ بنت يا نوال؟ انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسه مين اللي جايبك هنا؟ الله، جرى يا طاعون، انت اول مره يا اخويا تلغيني باللغه دي. وطي صوتك يا بنت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف. واحنا بيخفس بينا الارض وشويه ناني وشويه ست ناني. هي ايه؟ ايه تكرهني الخير يا اخويا؟ لا يا دنيا ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد. انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد
تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا. امسي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لخ فيها يا نوال، ربع اللي دخلك بتاعي، والا ورحمه امي اللي موع على شكلها. زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني. الو. ايوه يا كوريا. الساعه كام في ايدك يا ست هاني؟ اسمعيني اسمعيني يا كوريا، علاء عرف كل حاجه عني. يا نهار كسود ومنيل، وانا مش هعرف ارجع الحاره عشان هو عايز يقبض عليا. طب هو عرف ازاي موكوس؟ بعدين هبقى اقول لك بعدين. انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديده، مش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اروح فين، وهو عمال يتصل بيا طول الوقت، فانا لازم اقفل الموبايل. طب بقول لك ايه، عارفه جامع مصطفى محمود؟ روح اقف هناك، اقف قدام باب الجامع واقفلي تليفونك واستنيني هناك. انا هكلم خلي ونجيلك على طول ناخدك على اي حته. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا بنت، ما تخافيش يا جولي انا جايلك على طول، مسافه السك. سلام. ميرسي يا انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني ليه بس؟ دي حاجه انتصار زي امي. تسلمي يا بنتي، ربنا يكرمك دنيا واخره. بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما تتعبش تاني. لا خلاص انا قاعده معاها على طول، وانا اللي هبقى متابعاها معاكي. انا هروح اشوف الدكتور كتب لك على خروج ولا لسه. انا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا مريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ اهلا يا ابني. والله والله انا مزوغ من الشغل مخصوص عشان اجي اطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي. وحيا ابني ربنا يكرمك ويقعدولك في ميزان حسناتك. يا سلام يا حاجه، ايه الدعوه الحلوه دي؟ على فكره يا ابراهيم، اللي انت عملته في ماما ده انا عمري ما هنساه. اصلك ما تعرفش غلاوتها عندي، ده انت كانك رديت فيا الروح. طب شكلها تعبان عايز ينام، ما تيجي نطلع بره ونتكلم. ايه ده ده يا كوري، واخده فيش كده ورا على فين؟ حوار ده واحد جامعه الدول وجاي على طول. جامعه الدول العربيه فين؟ حوار كده سوكا برسيك فيه بعدين. بقول لك ما تفهميني دلوقتي يا كوري. يا سوكا قلت لك مش وقته. انت بجد انسان جدع يا ابراهيم، اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطه دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت بعد الشر عنك. بس انت ما قلتليش عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكمه. ازاي مش فاهم؟ انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب، وجايه تستخبى عند كوريا، وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اصل انا كنت سكرتيره بتاعتها. بس خلاص الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضه مأمنة نفسك ومحوشة لك قرشين من المرتب وكده، أكيد يعني. يا ريت. بس أنا يعني لا مؤاخذة مش فاهم، أنت ليه رامي أمك في مستشفى حكومة كده؟ وكمان مش قادرة تجيبي لها كيس دم من أبو 400 جنيه. هو أنت فاكر يا إبراهيم لو أنا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجة؟ أنت لسه ما تعرفنيش. ولسه ما تعرفش غلاوة ماما دي عندي قد إيه. أنا لو ينفع أصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما أشوفهاش مرمية كده عمري ما هستخسر. شوف إزاي؟ انت بنت حلال يا نجوان على فكرة، مش كده ربنا هيديك على قد نيتك. شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل، قلت لك الظابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهية، لكن ازاي؟ الهانم مشدودة وراه كده وبالمغمطيس لغاية ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت حب، ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ظابط، عارفه يعني ايه ظابط؟ يعني ساعة الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شوية، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع مين على السجن. ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه
انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي واحنا طبعا كروديات نمايلين؟ لا ازاي، يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بدل مقلب الترابيزه على دماغي، ما تولع فيها بالمره احسن. طب ثلاثة بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهم هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك على فكره، انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير، ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب، غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجه على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا ابله. على ايه بس؟ بس انا مش عاجبني رميه الست الوالده كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت، بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكليه بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفه هجيبه لها منين. لقيتها. لقيت ايه؟ البت هاجر الممرضه، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مكروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها، ما فيهاش حاجه يعني اما التاوي جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى كده البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتيها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في ضيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا. يا خال ماشي، بتقول نازله على السلم خلاص اهي. مع احترامي للست الهانم ديت بقى كوريا، انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات دي. خلاص يا سوكا خلاص، لو انتوا لو انا هضايقكم انا خلاص مش عايزه. هو ايه اللي خلاص ومش خلاص؟ ما تبطلي سهوكه اللي انت فيها دي، قلت لك 100 مره خلاص خلصنا. انا خلاص اتفقت مع البت ورستها على كل حاجه، وهي قالت لي انها هتقول لاخوها انك بت زميلتها ومغتربه ومش لاقيه مكان تقعدي فيه، وبعدين هم كلهم يومين مش حوار يعني، وبعدين ده انا بديناه. انت هتفضحيها يا كوريا ولا ايه؟ خلاص يا بنت الناس، وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله. نجوان ابراهيم. القهوة يا دكتور نادر. ايه ده؟ انت اللي جايبة القهوة بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوة حبيبتي اختي الجميلة سمحتني ومش زعلانة مني. يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانة قد ايه، انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلان مني، يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكرة بقى الألم اللي انا خدته ده كان مهم جدا بالنسبة لي، بس اياكي تستحليها. لا. مساء الخير سارة. انت لو ما نطقتيش يا ولية انت انا هحبس المنطقة باللي فيها وهقفلها لكم برضو لغاية ما اوصلها. يا سعادة الباشا والله ما اعرف حاجة، وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقة كلها قدامك ايه، ولا عشان ست غلبانة ومنكسرة يعني؟ يا سعادة الباشا الاخت جمالات اخت فاضلة ولا منار منها سوء، ايه حكايتها مع الشرطة؟ مالكش انت دعوة يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين نجت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخس عليك يا ولا بقى، تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا، مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ايه يا ام سوكا مستكترة علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايدي هايدي ده يا باشا ده نوع لبان ده ولا ايه؟ انت هتستقبلي يا بنت جمالات فين؟ جمالات ونبي ما اعرف يا باشا،
بكلمها من الساعة 8 كده وهي ما بتردش. ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها. ممكن تحط ايديها في الغسالة وتتكهرب. يو يو وانا اعمل ايه برضو يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شوية. وانا يعني ايه؟ كنت قولي تبرئة؟ بنت انتي انا حوديكي في 60 داهية. انت كنت متسطرة على واحدة هربانة. ظهر اسود هربانة ونبقى ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس. هي يكش بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده انت عارف. يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده اسمع. هقول بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متسطره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحركه كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا موظف في بينكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صل على النبي يا باشا، صل على النبي. كره ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين امال في ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكم كلكم وبخليها بقى تنفعك. مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم على يعني. لا اله الا الله. ولا يعني ولا يسوق ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق. انت هتوديني بدايه نعرف؟ ارفع ايدك فوق يام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي ولا امشي. ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ ما كنتش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسيه عاليه، تعرف تتحول 180 درجه في مفيش. تقدري تقولي كده انا كنت واخد اجازه من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسه. وانت ما سبتليش اي حاجه. ولا انت؟ انت اللي اختفيت. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عاوزاني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص. انا كمان محتاجه اخلص الاجازه بتاعتي وارجع بني ادمه طبيعيه. محتاجه ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. ساره انت عايزه تتعالجي بجد؟ بس خايفه اعمل ده وانا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك وهاخدك من ايدك واوصلك لحد نفسك وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ أنا مسبتكيش، أنا استنيتك وانت جيتي. وصار أننا مش هنتجوز. تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكرة. روحي جهزي شنطتك واتصلي بأهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الأيام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفة هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 لا، احكي لي بقى الوش ده. ده انا واخده لك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي. سرك في بير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في اصعب موقف. خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي؟ وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفه مني؟ اودي وشي الناحيه الثانيه عشان تغيري؟ لا مش مكسوفه، مستغربه. ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليكي؟ والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انتي من ناحيه سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا. بس بصراحه لما كوري حكيت لي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد ايه انتي مظلومه، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشده. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض عليا عادي. ياما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي.
اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجه حد يبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت. استني بس لسه زعلانه مني. ما يحكمش. نسيتي كبدتي. كبده وسوق. بقولك ايه، نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وافطنك على كل حاجه. ماشي؟ افكر. والله وحشتني الشلدومه قوي. طيب حضرتك ممكن تملي الاستمارة دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجة صح مش كده؟ اكتر حاجة صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجة بعملها هتفضل معايا لحد الاخر. سارة انتي لسه عمرك طويل ان شاء الله، ولما تبقي سارة تانية غير سارة اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مراية سارة، بتعكس انتي شايفة نفسك ازاي. سارة انا عندي ثقة كبير جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف انك هتبقي جامدة وهتعدي المرحلة دي. ما تخافيش من اي حاجة، انا جنبك للاخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر، خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك، ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. سارة خلي بالك من نفسك، خليكي جامدة، كل حاجة هتعدي إن شاء الله. يلا. خلاص بقى نوال، كبدكي غلط وبيصلح بقى. عشان محبتك تقولي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع يا بنت. بهزر يعني؟ انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت؟ اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير نونا. وهب لنا بقى وبرياله وهصدقك. انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايدة عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين، وعايز تاخدني سكة. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكة حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجالة بقت حواليا زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيما؟ هيما السجق كبده الحمامه نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرم رقبتي. طاعون واقف لي زي السلمه المكسوره في الطلعه والنزله، فابعدوا عني عشان لا عايزه اجرب اذاه ولا ليا شوق ادوقه اذيتي.
هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، هو كمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحب الخضره قوي، وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه اتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايدي يا سيدي، الواد الضابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وبيطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه؟ شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه وانت انا بحبك حتى في بورصه؟ وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هاي دي يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ضابط في الحاره. وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟